السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين بخصوص الدواء اللوغاريتمية والدواء الأسية. كيف ما كتعرفوا راه حنا مازالين كاين في الدرس هذا، حيتاش هذا الدرس هذا مهم بزاف، حيتاش كان مهم راه تابعنا في امتحانات الوطنية. يعني ضروري مع هاد التمثيلية ديال الدواء وبخص هاد الدواء اللوغاريتمية. دونك الشباب عندنا خدينا هاد الدالة هادي اللي هي كتساوي x بلس ln دو x سور دو x بلس 1، اللي معرفة لينا في 0 بلس لانفيني، وبغينا ندرسوها. يعني السؤال الأول كيقول حساب النهايات في المحدات ودراسة التغيرات، وواحد المماس دو المعادلة اندرسو الوضعية النسبية ديالو بمقارنة مع السيد اف، البرهان على أن المعادلة اف دو x كتساوي 0، يعني اف دو x في واحد الانترفال ما بين 1 و 5 كار سيد اف كيقطع ليا محور ديال الافاصيل. يعني غادي نستعملوا واحد المبرهنه ديال القيم الوسطيه. دونك نبداو على بركه الله في التصحيح ديال هذا التمرين هذا، ومن قبل يمكن لكم توقفوا الفيديو باش تجاوبوا عليه وتشوفوا تجاوب من بعد. دونك صحيح عندنا الداله، اولا حنا عطاونا المجال ديال فين غادي ندرسوها، يعني في الزيرو بلس انفيني. حساب النهاية عند المعدات، يعني المعدات يعني في الزيرو بلس أو في بلس لانفيني. دونك ليميت عندما يؤول إكس إلى زيرو بلس ديال أش ديال إف دو إكس كيساوي ليا هي ليميت في الزيرو بلس ديال أش ديال إكس بلس ألان دو إكس سيغ دو إكس بلس أن. دونك ليميت في الزيرو بلس في الإكس كيمشي ليا الزيرو، ليميت في الزيرو ديال ألان في الزيرو بلس كيمشي ليا موان لانفيني. دونك هادي هاد لابغتي زيرو، هاد لابغتي اللي دخلانية غتمشي ليها زيرو حيتاش دوز إكس تمشي ليها زيرو، تبقى لي أن في المقام. دونك إكس غتمشي ليها زيرو، دونك الألان في الزيرو بلس كيمشي ليا لموان لانفيني، ياك الشباب. دونك سيتادير كو موان لانفيني فهم. دونك نشوفو الليميت في بلس لانفيني عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني ديال إف دو إكس أش كتساوي ليا، الليميت في بلس لانفيني ديال إكس بلس ألان ديال إكس سيغ دوز إكس بلس أن، ياك الشباب. دونك باش نحاول نبين عليا الامور كنمشي ندير بارتي بارتي، كندير او بالاحرى عندنا الليميت في بلس لانفيني ديال اكس كيمشي ليا لبلس لانفيني ياك، والليميت ديال هادشي اللي داخل ديال الان في بلس لانفيني سيغ دوز اكس بلس ان. اشنو كندير هنا في لانفيني؟ كتكون حدوديه على حدوديه، كندير اكبر اس على اكبر اس، اكبر اس الفوق على اكبر اس لتحت. عندي اكس الفوقيه اللي هي الكبيره ولتحت عندي 2 اكس، صافي كو هي ليميت في بلس لانفيني ديال اكس سيغ 2 اكس، ياك الشباب. دونك هاد غتمشي ليا تخلص ديال اكس مع هاد اكس غتبقى ليا ان دومي، يعني ديريكتومون ان دومي فهم. هاديك لانفيني ما عنديش فيها مشكل، صافي دابا تختزلت ليا اكس بقات ليا غير ان دومي فهم الشباب. دونك غتبقى ليا دونك هي الالين، هادشي اللي داخل قلنا بانه كيمشي لان دومي، يعني غتبقى ليا الين ديال ان دومي، الين ديال ان دومي ياك الشباب. يعني كيف ما كنعرفوا الين دو ا سيغ ام او، اسمحوا لي الين دو ان سيغ ا كيساوي ليا هي موان الين دو ا، ياك الشباب. دونك نفس القضيه ا هي دو، يعني موان الين دو 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 مفهوم الشباب، ما عليناش. دونك غتبقى ليا هادي هي الين دو موان الين دو، وعندي اكس كنمشي لانفيني او بالاحرى بلس لانفيني، بلس لانفيني موا الين دو يعني بلس لانفيني مفهوم، يعني ديريكتومون اللي هي كتساوي ليا بلس لانفيني مفهوم الشباب. دونك دابا ندوزو للسؤال الثاني بخصوص دراسة التغيرات الدالة. دونك كيف ما كنعرفو يعني قبل دراسة التغيرات خصنا نحسب الاشتقاق، وباش نحسب المشتقة ديال الدالة ضروري خصنا نعرفها بان خصنا نعرف بان اف راه قابلة للاشتقاق في داك المجال اللي عطاوني ندرسوه فيها، يا اما داك المجال اللي عطاوني ندرسوه فيها ولا مجموعه التعريف ديال الداله. دونك عندي اف قابله للاشتقاق في المجال اللي عطاونا اللي هو 0 بلس لانفيني ياك. علاش؟ حيتاش اف عندي كتساوي ليا اكس بلس الين ديال اكس سيغ 2 اكس، هاد الين داله قابله للاشتقاق على 0 بلس لانفيني كيف ما شفنا في الدرس. اكس قابله للاشتقاق، هاد اكس سيغ 2 اكس بلس 1
خارج دالتين قابلتان للاشتقاق، يعني كيف ما شفنا في درس الاشتقاق اف سور جي راه قابل للاشتقاق. دونك الين ديال هاد اف سور جي يعني مركب دالتين، ومركب الدوال راه شفنا الاشتقاق ديالو كيفاش داير، يعني قابل للاشتقاق، مفهوم؟ يعني مجموع ومركب دوال قابل للاشتقاق، يعني الدالة اف عبارة عن مجموع ومركب دوال قابلة للاشتقاق بطبيعة الحال على نفس المجال، على زيرو بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ حيتاش دابا هادو كيتسموا الدوال الاعتيادية، يعني كنعرف ديجا حنا معطيين لينا. دونك ملي كندير هاد العبارة هادي كنمشي نحسب المشتقات. دونك غادي نمشي ندير مهما يكون اكس ينتمي الى زيرو بلس لانفيني، اف بريم ديال اكس اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هي اكس بلس ال ان ديال اكس سور 2x بلس 1، ياك لو تو بريم. اش كتساوي هاد الدالة هادي؟ عندي اكس المجموع ديال دالتين مشتقة ديالهم، يعني المشتقة ديال الأولى زائد المشتقة ديال الثانية، المشتقة ديال اكس اللي هي 1 بلس المشتقة ديال الين. الين كيف ما كنعرفو إلا كانت الين ديال واحد الفونكسيون كنخرج ديك الفونكسيون كنديرها المشتقة على برا، اللي كندير 1 سيغ ديك الفونكسيون بالضبط، يعني هادشي اللي داخل كنخرجو على برا اكس سيغ 2x بلس 1 كندير ليه المشتقة مضروبة في واحد على شنو؟ على اكس سيغ 2x كنخليها كيف ما هي اكس سيغ 2x بلس 1، ياك الشباب؟ دونك غتساوي ليا اف بريم دو اكس ايكيفالون كو كتساوي 1 بلس المشتقة ديال دالة على دالة. اش كندير؟ كندير هادي اللي لتحت اللي في المقام المربع، كندير المشتقة ديال الفوقانية مضروبة في هادي اللي لتحت ناقص هادي الفوقانية مضروبة في المشتقة ديال لتحت، يعني ندير هاد الكسر الكبير غتبقى ليا هاد اكس سيغ 2x بلس 1، ياك؟ كيف ما قلنا هاد المقام كنرجعو كندير ليه المربع ديالو، كندير الفوقانية المشتقة ديالي هي واحد اكس هي واحد مضروبة في 2x بلس 1، ياك؟ اللي كندير ناقص اللي الفوق اللي هي اكس مضروبة في المشتقة ديال التحتانية، المشتقة ديال اللي في المقام اللي هي 2x المشتقة ديال اللي هي 2 دونك مضروبة في 2. مفهوم الشباب؟ دونك غتساوي ليا اللي هي 1 بلس نفس القضية، خصني نحاول نبسطها باش نحاول نقاد الأمور ديالي. دونك 2x موان 2x غتختزل ليا، غتبقى ليا 1 سيغ 1 سيغ 2x بلس 1 لو تو كاري، ياك الشباب؟ كيف ما كنعرفو هادي A سيغ B لو تو سيغ C سيغ D، ياك الشباب؟ A سيغ B لو تو سيغ C سيغ D، كيف ما كنعرفو بأنها كتساوي A سيغ B مضروبة في المقلوب ديال التاني يعني D سيغ C، ياك الشباب؟ دونك كتساوي ليا اللي هي 1 بلس كنحط هادي الفوق اللي هي 1 سيغ 2x بلس 1 لو تو كاري مضروبة في المقلوب ديال التاني اللي هي 2x بلس 1 سيغ x. غتختزل ليها 2x بلس 1 مع هاد الأس هذا حيت عندي هنايا أو كاري، غتبقى ليا غير وحدة، يعني غتبقى ليا 1 بلس 1 سيغ x فوا 2x بلس 1. مفهوم الشباب؟ دونك هذه هي اف بريم المشتقة. دونك خصني نعرف هاد اف هذا اين بارتي بوزيتيف و اين بارتي نيجاتيف. مفهوم الشباب؟ دونك عندي هاد الدالة هادي معرفة ليا على زيرو بلس لانفيني، يعني كيلكو سوا اكس بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، شنو عندي؟ ان سيغ اكس اكبر قطعة من زيرو، ما عندي فيه حتى شي اشكال. و دونك غادي ندير 2x بلس 1 2x راها بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف 2x، دونك شوية علينا 2x راها كبر من زيرو امبليك كو 2x بلس 1 اكبر من 1، ياك الشباب؟ دونك يعني هاد لابارتي كاملة اللي لتحت هي 1 سيغ x راها بوزيتيف، وهاد لابارتي تا هي بوزيتيف، و 1 بلس هاد لابارتي دونك ستريكتومون راها بوزيتيف، دونك كامل راه اف بريم دو اكس راها بوزيتيف.
دونك في المجال 0 بلس انفيني اف راها اف تزايدية قطعا، مفهوم الشباب؟ يعني اي عدد عوضتيه ما بين او عوضتيه اي عدد اكبر قطعا من الزيرو عوضتيه في هذه اف بريم غيعطيك ستريكتومون راها بوزيتيف هذيك اف بريم، مفهوم الشباب؟ دونك دابا نرسمو جدول التغيرات، جدول التغيرات دونك جدول التغيرات شنو كندير فيه؟ عندي معرف لي على زيرو بلس انفيني، ياك عندي في الزيرو غير معرفة، حيتاش عندي اف بريم كتكتب لي على شكل ان بلس ان بلس ان سور دوز اكس بلس ان فوا اكس، اكس لعوات في الزيرو راها في المقام راها غير معرف، مفهوم؟ دونك الا مشيت دابا كنقلب ان امتى كاين واحد المماس افقي باش نحدد امتى اف بريم كتساوي زيرو، ما غتعطينيش انها كتساوي زيرو نهائيا، يعني ما كاينش واحد المماس افقي، مفهوم؟ يعني ستريكتومون بوزيتيف، و اف راها تزايدية قطعا كيف ما قلنا بان ليميت في الزيرو بلس عطاتني اللي هي موال انفيني، والليميت في بلس انفيني عطاتني اللي هي بلس انفيني، مفهوم الشباب؟ هنا هذا هو جدول التغيرات، مفهوم الشباب؟ دونك المحدات كندير ليميت في المحدات، اف بريم هي اللي كتحكم ليا على اف كيفاش داير التغير ديالها، في حالة كانت اف شوية معقدة كنمشي نحدد اف بريم دو اكس امتى كتساوي ليا زيرو، الا كان المجال شوية معقد، يعني ما عرفتش امتى اف بريم بوزيتيف امتى نيجاتيف، كنمشي كنحسب اف بريم كتساوي ليا زيرو، يعني وكنمشي نحل المعادلة وكتعطيني اكس شي اعداد، يعني اكس 1 اكس 2 ولا غير اكس 1، مفهوم؟ وفي هذيك لي بوين كتكون اف بريم كتساوي ليا زيرو، نفترض انها كتساوي ليا زيرو في واحد اكس 1، يعني من بعد كنمشي ندرس الاشارة، من بعد كندرس الاشارة من قبل، يا اما كتكون بوزيتيف يا اما نيجاتيف، وفي هاد البوان هادي اللي كتساوي ليا زيرو اف بريم كتساوي ليا زيرو راه كاين واحد المماس افقي، مفهوم؟ وهداك المماس الافقي يا اما كتكون اف الا كانت قبل تناقصية راه كتكون على شكل تناقصية، ومن بعد هاديك البوان كتكون تزايدية حيتاش هي بلوس ها موان، نفترض كانت البلوس وكانت اللي كانت الموان، الا كانت البلوس عاد من بعد الموان يعني كتكون تزايدية ومن بعد تناقصية، مفهوم الشباب؟ دابا هادشي باش كينفعنا هذاك الاشتقاق وكنمشي نحسبو اف بريم في الزيرو، مفهوم؟ حيتاش اصلا اف بريم شنو هي؟ راه هي المماسات ديال الداله، كنشوفو امتى كتكون بوزيتيف وامتى كتكون نيجاتيف، امتى كيكون فوق الداله وامتى كيكون تحت الداله، يعني ملي كيكون انفيريور ا زيرو راه كيكون تحت الداله تحت منها، دوك المماسات حيتاش كيف ما شفنا في درس الاشتقاق راه كتساوي لي اذا درسنا اشتقاق في واحد النقطه راه اف بريم دو اكس زيرو عامل اكس مو اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو، هذا هو المماس، المعادله ديال ديك المماس في واحد النقطه بالضبط، يعني نحدد اي نقطه بغيت ونرسم المعادله ديال المماس ديالها، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما قلنا بانها الا كانت انفيريور ا زيرو يعني كتكون كيكون المماس لتحت وكتكون الداله فوق منه، داكشي علاش كياكد لينا ان الداله التزايد تناقصيه من قبل ديك النقطه، مفهوم؟ يعني راه اصغر زيرو يعني راه تناقصيه، ولا كانت بوزيتيف راه من بعد راه تزايديه، مفهوم الشباب؟ هادشي اللي كاين الشباب. دونك ندوزو السؤال اللي من بعد اللي كيقول لنا بين ان مستقيم دلتا ذو المعادلة إكغي كتساوي ليا اللي هي إكس موان إلين دو دو، بينو أن هذا المستقيم هذا مماس للدالة إف، مماس للسيد إف، مفهوم؟ عند بلوس لانفيني أو بجوار بلوس لانفيني، هذا السؤال التالت. دونك باش نبي ملي كيعطوك بحال هذا السؤال هذا راه باين، يعني صافي سهلوا عليك القضيه، حيت اصلا ملي كنشوفوا الليميت في بلس لانفيني كيعطيني لانفيني راه ضروري خصني نمشي ندرس الفروع اللانهائيه، يعني كنمشي ندير اف دو اكس كنمشي نحسب الليميت ديال اف دو اكس سيغ اكس وكتعطيني واحد العدد، عطاتني زيرو راه مقارب بجوار او محور الافاصيل كمقارب بجوار بلس لانفيني، عطاتني واحد العدد ا راه كنمشي ندير اف دو اكس موا ا اكس، مفهوم؟ عطاتني واحد بي دونك راه المستقيم ديال المعادله اللي كتساوي ا اكس ناقص بي
او اكس زائد بي راها مقارب عند ديك لانفيني اللي كندرس فيها بحال دابا درسنا في بلس لانفيني، دونك مقارب في بلس لانفيني مفهوم. ملي كيعطوك بحال هذا السؤال هذا يعني كتمشي ديريكت يعني على هذا الشكل هذا ديال ا اكس بلس بي، ها هي عطاو هنا اكس بلس بي. الا بغيت ندير نفس القضيه كنمشي كندير ا اكس موان بي، يعني كندير اف دو اكس موان ا اكس موان بي مفهوم. يعني غادي ندير ليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال اف دو اكس موان ايكغيك، ايكغيك دو المعادله اللي هي اكس موان الين دو دو مفهوم الشباب. دونك كيف ما قالوا لنا راه بينوا بانه مماس يعني خصو يعطيني زيرو مفهوم، الا ما عطاكش زيرو راه عندك شي خطا. مهما قال لك مماس راه خصو يعطيني ان ليميت في لانفيني اف دو اكس مون هذاك هذيك المعادله ديال ديك المستقيم راه خص تساوي ليا زيرو. دونك هادشي اللي كاين، يعني خصني نمشي ندير ليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس اللي كتساوي ليا اكس بلس الين ديال اكس سور دو اكس بلس ان موان اكس بلس الين دو دو، ياك الشباب. اكس غتمشي ليا مع موان اكس، غتبقى ليا اللي هي ليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال الين دو اكس سور 2x بلس 1 بلس بلس ln دو 2 مفهوم. دونك ليميت في لانفيني كيف ما شفنا ديال ln بالضبط كتعطيني اللي هي ان دومي، حيتاش لانفيني في الداخل غتمشي ليا اكس، كناخد اكبر اس الفوق واكبر اس لتحت اللي هي تبقى ليا اكس غتختز ليا مع اكس، يعني ان دومي ln دو ان دومي سي موان ln دو 2 شفناها من قبل الشباب، غتعطيني ديريكتومون اللي هي زيرو. علاش نعاودوها؟ يعني ليميت في لانفيني ديال اكس هادشي اللي داخل ديال الان كيف ما كنا كناخذ اكبر اس، يعني ليميت في لانفيني فوق اكس سيو 2 اكس تمشي لي هذا ما عنديش بها، غتختز لي اكس مع اكس تعطيني ان دومي ياك الشباب. دونك هادشي اللي داخل كيعطيني ان دومي، يعني كيف ندخل ليه الان، يعني الان ديال ان دومي، وكيف ما كان كنعرفوا بان الان ديال ان سيو واحد ا كيعطيني اللي هي موان الان ديال لك ا، و ا عندي هنايا على شكل او كيساوي ليا 2 مفهوم، يعني موان الين 2 بلس الين 2 دونك يعطيني كيساوي ليا 0. دونك راه دونك المستقيم، دونك حنا راه حنا بينا المستقيم ذو المعادله نرمزو ليه بدلتا اي كيساوي ليا اي كيف ما قلنا الين 2 دونك راه مقارب للسيد اف عند بليز لانفيني مفهوم الشباب. دونك دراسة وضعية سيد اف، رابعا دراسة وضعيات سيد اف او دلتا بالنسبة للسيد اف ماشي مشكل، ودلتا يعني كان بغينا نعرفو امتى او بالاحرى بغينا يعني نعرفوا كيفاش داير الوضع النسبي ديال دلتا مقارنه مع سيد اف، ولا سيد اف مقارنه مع دلتا، واش فوق واش سيد اف فوق دلتا ولا تحت منه. باش نعرفوا خصني نمشي ندرس ندير المعادله ديال سيد اف ناقص المعادله ديال دلتا مفهوم، ونشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف مفهوم الشباب. كان بوزيتيف دونك كيف ما كنشوفوا بان الا كانت اف موان جي كانت بوزيتيف امبليك كو اف اكبر من جي، يعني اف فوق من جي مفهوم. هادشي اللي هاد لا كونديسيون هي غادي نستعمل، يعني ديما كيقول لك اودي درس وضعيه دلتا بالمنحنى سيد اف راه كتمشي دير الموان، يعني كدير المعادله ديال اف ملي كنمشيو نديرو اف دو اكس موان المعادله ديال دلتا اللي هي اكس موان الين ديال دو مفهوم الشباب. وكنمشي ندرس في المجالات، يعني غادي تساوي ليا كيف ما كنعرفو ان اف دو اكس كتساوي ليا اكس بلس الين ديال اكس سيغ دو اكس بلس ان موان اكس بلس الين دو دو، ياك دخلت الموان يعني موان اكس بلس الين دو دو. كيف ما كنا غنمشي ليا اكس مع موان اكس غتبقى ليا الين ديال دو ديال اكس سيغ دو اكس بلس ان بلس الين دو دو، ياك الشباب. دونك كيف ما كنشوفو وكيف ما كنعرفو ان الين دو ا بلس الين دو بي كتساوي ليا اللي هي الين دو ا فوا بي، ياك هادي اللي غادي نستعمل هنا. وباش نبسط عليه حيت بغيت نعرف امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف،
او بالاحرى واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، مفهوم؟ يعني كتساوي ليها هي ا، ها هي بي، هي ln a فوا بي يعني 2 اكس سور 2 اكس بلس 1، مفهوم الشباب ياك؟ دونك كيف ما كنعرف ان ln راها بوزيتيف او بالاحرى ما بين 0 و 1 راها نيجاتيف، وما بين 0 و بلس انفيني راها بوزيتيف ياك. دونك خصني نشوف انا هذه اللي داخل كيفاش دايره في المجال 0 بلس انفيني، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى 0 بلس انفيني او ستريكتومون بوزيتيف، فان 2 اكس راه ستريكتومون بوزيتيف ياك. سكي امبليك نشوف هذه اللي تحت 2 اكس بلس 1 راه ستريكتومون بو سوبيريور ا 1 ياك الشباب. دونك الى درت 1 سور 2 اكس بلس 1 درت المقلوب ديالهم غيعطيني انفيريور ا 1 ياك الشباب. سوبيريور انفيريور دونك خصني نحاول نبينها تكون واضحه مزيان، حيت دابا هنا بحال غير غادي نغمق وصافي. دونك غادي نحاول انا ندير او نحاول نعمل بهاد الدوز اكس هادي ولا ندير الشكل القانوني باش نحاول نسهل على راسي. علاش؟ حيت اش اللي جابله دابا ضربت دوز اكس سيغ او ضربت دوز اكس على فوا 1 سيغ دوز اكس بلس 1، دابا هادي بوزيتيف وهادي انفيريور 1، صعيب صعيب نحكم. فهمتوا كيفاش الشباب؟ راه هي انفيريور 1، وكيف ما كنعرفوا الالين ديال اكس في المجال اذا كانت اكس ينتمي الى 0 1 راها نيجاتيف، يعني الين الين دي اكس راها نيجاتيف. ولكن باش نبينها مزيان غنحاول نعمل بها الدوز اكس هادي، نعمل بها الفوق والتحت، مفهوم؟ يعني هاد دوز اكس سور دوز اكس بلس 1 كتساوي ليا، نعمل بدوز اكس تختزل ليا الدوز اكس لتحت نعمل بها هي 1 بلس، نعمل بدوز اكس هنا يعني 1 سور دوز اكس ياك الشباب. دونك كيف ما كتشوفوا هنا ان سيغ دابا هادي عطات هادشي اللي عطاتنا دابا للداخل ديال الان دو اكس. دونك كيف ما قلنا بان ان سيغ دو اكس راه بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، دو اكس بوزيتيف المقلوب ديالهم راه بوزيتيف، ولكن الا كانت ا سيغ ا انفيريور ا بي امبليكو ان سيغ ا راه سوبيريور ا ان سيغ بي ياك الشباب. كتقلب ليا المتفاوته، ولكن مقارنه مع الزيرو يعني إذا كان عندي واحد أ أكبر من الزيرو أمبليك كو أن سيغ أ ما تقلبش ليا الإشارة، مفهوم؟ حيت الإشارة كتبقى هي هي، مفهوم الشباب؟ ما تمشيوش فيها هاد المسألة ديال كتقلب كتقلب المتفاوتة. إلا درت أن سيغ راه كتقلب المتفاوتة، ولكن إذا كانت مقارنة مع الزيرو راه كتبقى هي هي، يعني كتبقى ستيكتومون بوزيتيف، مفهوم؟ كمثال خدينا دو راه بوزيتيف ياك الشباب، و ان سيغ دو راه كيبقى بوزيتيف، راه ما يمكنش نقول بانه راه نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ في حالة اذا درنا واحد المثال ديال هادي ا سيغ ا انفيريور ا بي، درت نفترض ان دو انفيريور ا تروا ياك، المقلوب ديالهم ان سيغ دو كيفاش داير؟ نقول بانه راه يبقى الاشارة هي هي؟ ما يمكنش، حيتاش ان سيغ دو راه بوزيتيف اكبر من ان سيغ ثلاثة، نص اكبر من الثلث، مفهوم الشباب؟ خدوا هذه الفكره الشباب باش ما تمشيو في لي زيكزيرسيس، يعني هاد لي كونديسيون هادي راه مهمه. اذا كان مقارنه مع الزيرو راه ما كتبدلش الاشاره، ولكن اذا كانوا عددين حقيقيين ديفيرون دو زيرو بجوج يخالفان الصفر فانني كنقلب المتفاوته، مفهوم؟ او اذا ضربت في الناقص او هذوك الامور كامل، يعني بمقارنه بالاشاره ما عندي فيها حتى شي اشكال، ولكن الاشاره ما كتغيرش ليا، يعني راه ما كيبقى داكشي هو هو. يعني كيف ما قلنا 2 اكس بوزيتيف 1 سور 2 اكس حتى هو راه بوزيتيف، دونك كيف ما قلنا بانه راه بوزيتيف، مفهوم؟ يعني ندير بلس 1 يعني سي كي امبليك، اسمحوا لي الشباب راه لا ريداكسيون عندي راها شويه مريضه كاع بزاف. 1 بلس 1 سور 2 اكس راه ستريكتومون سوبيريور 1، نزيد واحد للطرفين ياك. الى درت المقلوب دونك يمكن ليا دابا هنا كيف ما قلنا نبدل المتفاوتة، يعني مقارنة عددين صحيحين واحد بالاخر، فهم؟ ان سيغ ان سيغ دو اكس اللي هي هادي، اللي هي نفسها هادي،
راها انفيريور ا ان، كتقلب ليا المتفاوته مفهوم. دونك دابا هنا اكدت بانه راه انفيريور ا، راه من قبل ايه بانت ولكن ما بيناش، ما رياضيا غير منطقي يعني، ما واضحاش مزيان فهم. دابا من هنا يمكن لي نقول هاد الشيء دابا للداخل ديال ال ان دو اكس راه انفيريور ا ان، وكيف ما شفنا ان في المجال 0 1 اذا كان اكس ينتمي للمجال 0 1 فان ال ان كيكون ستريكتومون نيجاتيف مفهوم الشباب ياك، حيتاش عندي اصلا ال ان داير على هاد الشكل ياك، هنا كيتساوي ليا ان يعني في النقطة ال ان دو ان كيساوي ليا زيرو يعني كيقطع ليا محور ديال الافاصيل، وعندي ما بين زيرو و ان عندي سيد اف يعني ال ان راها تحت المحور ديال الافاصيل يعني نيجاتيف ياك الشباب، يعني اذا كان اكس ينتمي الى المجال زيرو ان فان ال ان راها نيجاتيف، وهنا عندي هذه كاملة للداخل ديال ال ان راها انفيريور ان يعني تنتمي الى المجال زيرو ان ياك الشباب. دونك هادشي كي امبليك ليا ان ال ان انفيريور ا زيرو، يعني ان هاد لا بارتي هادي يعني ال ان ديال هاد دوز اكس سور دوز اكس بلس ان راها نيجاتيف مفهوم الشباب ياك. و الا كانت نيجاتيف وشنو كتعني ليا هاد ال ان ديال دوز اكس بلس ان، راه هي هادي يعني اف دو اكس موان هاد العجب هذا، يعني دراسة الوضع النسبي ديال السيد اف مقارنة مع داك دلتا مفهوم، وحنا لقيناه بانه نيجاتيف، يعني اش كاين لي هاد الشيء ان اف دو اكس موان اكس موان ال ان ديال دو راه نيجاتيف مفهوم. اشنو كاين لي هاد الشيء ان اف دو اكس اصغر من لا بارتي اخرى يعني اصغر من اكس موان ال ان ديال دو ياك الشباب، يعني ان السيد اف تحت داك المستقيم دلتا، حيت هذه هي المعادله ديال دلتا وهذه هي اف، يعني لا كو او لو كورب سيد اف تحت او دوسو ديال دلتا مفهوم، يعني تحته مفهوم الشباب. كيف ما قلنا بان اف كندير اف موان جي كانت نيجاتيف، يعني اف راه اصغر من جي، يعني اف اصغر او اف تحت جي مفهوم الشباب. دونك هاد ليكزارسيس هاد السؤال هذا راه حنا دوزناه دابا، ندوزو دابا للسؤال اللي من بعد. والسؤال اللي من بعد كيقول لي بين ان اف دو اكس كتساوي ليا زيرو، وهاد المعادله هذه تقبل حلا وحيدا، تقبل حلا وحيدا في المجال ان كاتر سور سانك سور كات ياك، وحيدا الفا بحيث الفا ينتمي لذاك المجال ياك الشباب. دونك شنو كتعني لي هاد المعادلة بأنها كتساوي ليا زيرو؟ يعني أن اف أن سيد اف يقب أو يقطع محور الأفاصيل فين؟ في هذا المجال أن سانك سور كات مفهوم الشباب. دونك في المجال نفترض أن هذا هو المحور ديال الأفاصيل، دونك عندي هنايا هو أن هنا سانك سور كات، يعني اف كتقطع ليا هذا المجال، هذا كتقطع ليا هاد لانتغفال هذا بالضبط، كتقطع ليا سيد اف كتقطع ليا محور الأفاصيل في هذا المجال هذا مفهوم. و اين نقطه بالضبط؟ هذه هي الفا مفهوم، يعني في ديك النقطه باش كتقطع ليا كيقطع ليا السيد اف محور الافاصيل هي الفا مفهوم. يعني شنو خصو يحقق ليا ان اف دو الفا بالضبط اللي هي كتساوي ليا زيرو مفهوم مفهوم الشباب. دونك كيف ما كنعرفوا بان اف راه تزايديه قطعا، تزايديه قطعا المجال زيرو بلس لانفيني ياك، على زيرو بلس لانفيني، وعندي هاد ان سانك سور كات راه ضمن، و واحد على واحد خمسة على ربعة ضمن داك المجال زيرو بلس لانفيني، يعني ضمن داك المجال اللي اف تزايدية قطعا فيه فهم. ومن قبل عندي اف راها متصلة، متصلة في المجال كامل، يعني متصلة في داك المجال يمكن ندي مونطري بها، يعني اصلا راه قابل للاشتقاق حيتاش اصلا راه متصله فهم. دونك متصله وتزايديه قطعا في المجال زيرو بلس انفيني، وحنا دابا خصنا بغينا ندرسو غير في ان سانك سور كات، و شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نحسب الصوره ديال ان هادي وهاد الصوره ديال سانك سور كات، يعني و اف دو ان اش كتساوي ليا اللي هي ان بلس ال ان دو اكس
sur 2x, يعني 2 plus 1 c'est 3. مفهوم؟ كتعطيني اللي هي 1 موان ln دو 3. ياك الشباب، إلا مشيت تعوضت أو مشيت حسبت غتعطيني نيجاتيف، تقريبا واحد العدد اللي نيجاتيف، يعني ln دو 3 راه أكبر من 1، غيعطيني واحد العدد اللي نيجاتيف، عطيني موان 0 فيغكول شي حاجة، حيت ln دو 3 أكبر من واحد. مفهوم؟ و f دو 5 سور 4 غتعطيني اللي هي 1، أو سمحوا لي 5 سور 4 بلوس ln ديال x اللي هي 5 سور 4 سور 2 فوا 5 سور 4، يعني 5 سور 2 بلوس 1. اش غيعطينا العجب هذا؟ يعني 5 سور 4 بلوس، نحسب غير الصورة فيما بانت لي x، نعوضها بالصورة ديالها. لتحت غيكون 5 بلوس 2 صافي 7، 7 سور 2 يعني 5 سور 4 فوا 2 سور 7، يعني تمشي ليا 2، تبقى ليا 2 هنايا، يعني 5 سور 4 بلوس ln ديال هاد الحجم هذا، يعني 5 سور 2 فوا 7 يعني 14، يعني غيعطيني، إلا مشيت حسبت بالكالكولاتريس باش نحسبوها، غتعطيني 0.2 يعني بوزيتيف. مفهوم؟ وكيف ما كنعرفوا من قبل ان مبرهنه التزايد او مبرهنه القيم الوسطيه على ما كتقول، بان الى خدينا في واحد المجال ا بي كانت اف تزايديه قطعا ومتصله في هذاك المجال، وكيحقق لي ان اف دو ا مضروبه في اف دو بي خص تكون نيجاتيف، هادشي كيستلزم ليا ان اف تقبل حلا واحدا، او بالاحرى من قبل اسمحوا لي، و اف دو ا بي انكلي بون واحد المجال اللي نسميوه جي. مفهوم؟ يعني الصوره ديال داك المجال ينتمي الى داك المجال، اسمحوا لي، ينتمي الى ا بي نفسه، يعني الصوره ديال هذاك المجال تنتمي الى داك المجال بالضبط. مفهوم؟ و اف دو ا فوا اف دو بي راه نيجاتيف. مفهوم؟ يعني راه اف تقبل حلا واحدا، او اف تقبل الفا كحل للمعادله اف دو اكس كتساوي ليا زيرو، بحيث الفا ينتمي الى داك المجال ا بي، بحيث الفا ينتمي الى المجال ا بي. دونك عندي ا بي هنايا على شكل 1 5 سور 4 ياك الشباب، والصوره ديالو اش كتساوي ليا على ما حسبنا، بانها كتساوي ليا دونك 1 موان ln دو 3 كتساوي ليا من بعد الحساب اللي هي موان 0.1 موان 0.1 0 2. مفهوم؟ يعني دابا عندي اف ديال هذا المجال، هذه ديال هذا المجال 1 5 سور 4 كيساوي ليا موان 0 1 0 2، وهذا المجال هذا راه ضمن هذا المجال اللي داخل، يعني ضمن هذاك ا بي كيف ما شفنا في القاعده ديال مبرهنات القيم الوسط، يعني ضمن ا بي خص يكون ضمن ا بي، يعني كتحقق ليا هذا الشرط الاول، وعندي ديجا بان اف متصله وتزايديه قطعا. ونشوفوا الكونديسيون الاخرى اللي هي اف دو ا فوا اف دو بي. اف دو ا عندي هي اف دو ا كيف ما كتساوي، لان كتساوي 0.1 يعني هنا كتساوي موان 0.1 مضروبه في اف دو 5 سور 4 كتعطيني هنايا موان، مع البلوس تعطيني ديريكتومون الموان، و 0.1 مضروبه في 0.2 المهم نحسبوها تعطيني ديريكتومون بانها نيجاتيف. مفهوم؟ هادشي كيحقق ليا الشروط ديال مبرهنات القيم الوسطية، ومنه اف او اف دو اكس كتساوي لزيرو تقبل حلا وحيدا الفا، بحيث الفا ينتمي الى زيرو بلس انفين. علاش حل واحد؟ يمكن نقول انا تقبل حلا على الاقل اذا كانت غير تزايدية، ولكن إذا كانت تزايدية قطعا، إذا كانت اف تزايدية قطعا، دونك كنقول بأنها حلا
تقبل حلا واحدا ياك اشهر. هاد لا كونديسيون ديال اف دو ا فوا اف دو بي خص تكون انفيريور ا زيرو. علاش؟ حيتاش اصلا نحاول نفهموها دابا. حنا صافي راه نونطرينا ليكزارسيس او السؤال. دونك نفترض خدينا ا هي هادي و بي هي هادي. دونك نفترض ان اف تزايدية قطعا، يعني اف اذا كانت ا اصغر من بي فان اف دو ا اصغر من اف دو بي ياك. نفترض ان اف دو ا هي هادي، اف دو بي هي هادي. نفترض يعني واحد موان وواحد بلوس، يعني باش يعطيني انفيريور ا زيرو خصو يكونوا اشارتين مختلفتين ياك. يعني خصو يكون اف دو ا انفيريور ا زيرو ولا اف دو بي انفيريور ا زيرو. لان ديال هاد لي دو ديال هاد لان ديال هاد لي دو زيماج خصو يكون انفيريور ا زيرو. نفترض ان هي هي اف دو الصورة ديالها، الصورة ديالها. دونك نفترض ان اف تزايد يقطن على هاد الشكل هذا، مفهوم الشباب ياك؟ باش تحقق ليا ان اف دو بي فوا اف دو ا انفيريور زيرو، كيف ما قلنا خص تكون واحد انفيريور زيرو. الا كانوا بجوج بوزيتيف، كانت نفترض ان اف دو ا كاين هنا، درنا الجداء ديالهم غيعطيني اكبر من زيرو ياك. وإذا كانت اكبر من زيرو يعني اف ما بين ا و بي غتكون غير الفوق، مفهوم؟ غتكون اكبر من هذا المحور ديال الافاصيل، فوق منه. يعني ما كايناش ديك الكونديسيون انه يقطع ليا محور الافاصيل. يعني كيف ما دابا شفنا الصوره ديال اف دو ا هي هنايا والصوره ديال اف دو بي هنا، يعني باش نجمع بيناتهم ضروري خصو يقطع ليا محور ديال الافاصيل. يعني ضروري كاينه واحد النقطه هنايا اللي كنسميوها الفا، اللي كيقطع ليا السيد اف محور الافاصيل، يعني اللي كيحقق ليا اف دو اكس كيساوي ليا زيرو. مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ دونك هادي هي الكونديسيون اللي مهمه بزاف، اللي هي خص تكون اف دو بي فوا اف دو ا، يعني صورة ا و بي او داك المجال او حتى داك المجال خص يكون انفيريور ا زيرو. يعني خص تكون اف دو ا فوا اف دو بي خص تكون نيجاتيف. مفهوم الشباب؟ يعني بهاد لا كونديسيون خص باش يقطع ليا محور الافاصيل. داكشي علاش كاعجبني هاد الكونديسيون هادي مهمه بزاف. مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو دابا للرسم ديال السيد اف. رسم سيد اف، دونك كيف ما تقريبا تمتين المبين ديال هاد الدالة، سهل وبسيط، يعني ماشي شي حاجة. كيف ما قلنا أول حاجة كرسم هي المماسات. عندي المماس الأول اللي هو إكري كيساوي ليا إكس موا إلين ديال دو ياك الشباب. هادي دالة راها دالة تآلفية، الميل ديالها اللي هو واحد، يعني كفي أني نعوض إكس بواحد العدد وغيعطيني إكراك. دونك ما عليناش دابا، هذا غير رسم تقريبي وصافي. عوضت اكس بزيرو وغيعطيني موان ال دو دو، ها هو اكس محور ديال اكس، ها هو محور ديال ايكغيك او اف او ايكغيك، ما عليناش. اكس بزيرو ايكغيك غيساوي ليا موان ال دو دو، ال دو دو كيساوي ليا تقريبا اللي هو المهم بريسك تقريبا في هاد لابارتي هنا. دابا هنا هو موان ال ديال دو، و الى عوضت اكس ب ال دو دو باش يعطيني ايكغيك يساوي ليا زيرو. دونك الى عوضت ايكغيك بزيرو المهم غيعطيني تاهو تقريبا قريب لهاد لابوان هادي، يعني غيكون على هاد الشكل هذا. يعني هذا هو نفترض هاد الشكل تقريبا وصافي. هذا هو دلتا ياك الشباب. دونك كيف ما عرفنا هذا هو المماس الوحيد اللي كاين، وعندي ليميت في الزيرو بلوس كتساوي ليا موان لانفيني، يعني محور الاراتيب مقارب بجوار موان لانفيني ياك الشباب. وكيف ما شفنا او اوف بلس انفيني كتعطيني بلس انفيني او مقارب لهداك المماس بالضبط ياك الشباب. كيف ما شفنا راه بينا من قبل بانه راه مماس، يعني غيكون واحد المماس في بيجوار بلس انفيني، يعني جايب من هاد الشكل هذا. واخيرا وعرفنا بان افرا تزايديه قطعان، يعني حاجه عاديه. وبينا في اخر سؤال وعرفنا من قبل، او سمحوا لي من قبل، بان راه هذا السيد اف راه تحت من هذا المستقيم دلتا. واخر سؤال بينا بان راه الفا تنتمي الى المجال ان 5 سور 4، يعني غتقطع ليا هذا محور الافاصيل في المجال واحد
خمسة سيغ ربعة، يعني الفا راه كاينة قبل من ما بين ان و ان فيغول سانك. انا غير تقريبية شي مرة، خصك ضروري تحدد داكشي بالتدقيق، يعني تشد دير كالكولاتريس ديالك وتحسب داكشي على خاطرك. يعني الفا غتكون في هاد البوان هادي، نفترض ان الفا هي هادي، يعني سي دي اف غيقطع ليا محور الافاصيل في النقطة الفا، مفهوم؟ يعني غيكون لي على هاد الشكل هذا، وغيكون من بعد طالع غادي كمقارب لهاد الدلتا هذا، ياك الشباب؟ دونك هذا هو سيد اف، مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو التمثيل المبياني ديال هاد الفونكسيون هادي اللي معروفة ليا في زيرو بلس لانفيني، وعرفنا بأنها تزايدية، وحددنا زعما هادوك الأمور كاملين. المهم هذه هي نهاية ديال الفيديو، نتمنى أن التمرين يكون مفهوم، شي حاجة ما واضحاش، شي بارتي ما بيناش، يمكن لكم تخليوها لي في التعاليق. المهم لحد الساعة المهم ما كنشوف حتى شي تعليق، كنظن بأن داكشي واضح، ما عرفتش. المهم شي حاجة ما واضحاش يمكن لكم تخليوها في التعليقات، يعني سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب. المهم نتمنى الفيديو يكون مفهوم، وإلى فيديو إن شاء الله قادم، وسلام عليكم.